زي ما حضراتكم شايفين مباشرة على طول قال لي تمت الموافقة على معلوماتك الضريبية، الحالة مقبول. وبصوا بقى تاريخ انتهاء الصلاحية بقى كام؟ 31 ديسمبر 2027. ده بقى الميعاد اللي ان شاء الله ابقى لو ليا عمر اجدد فيه النموذج الضريبي تاني. ادي الامر بكل بساطه، وادي الخطوه اللي الناس كانت بتبقى قلقانه وتقول هيطلب مننا اثبات هويه لو عملت زي ما انا قلت لحضرتك كده. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي حضرتك لما بتفتح استوديو القناه سواء من الجوجل كروم او فتحت التطبيق هتلاقي اشعار خاص بنموذج الاقرار الضريبي بتاع الولايات المتحده، وبيقول لك ان هو قرب ينتهي وعايزك ان انت تجدده مره تانية. ونفس الامر لو فتحت الجيميل الخاص بحساب الادسنس بتاعك هتلاقي برضو رساله وصلتك بيقول لك ستنتهي صلاحيه النموذج الاقرار الضريبي الخاص بامريكا قريبا في نهايه 2024، وبيقول لك حان الوقت لتجديد النموذج. وهو ده السبب اللي خلاني اعمل الفيديو، لان الموضوع لا يقلق ولا محتاج حتى شرح، لان ببساطة حضرتك عملت النموذج الضريبي ده من قبل كده، يعني الموضوع مش صعب. لكن انا لقيت تعليقات من اصدقاء بيقولي طب ما احنا عملناه خلاص، فهنا بقى انا حبيت اوضح اللبس، لان ممكن ناس تعمل تجاهل للاشعار وما تركزش وتقول ده للناس اللي لسه هتعمل مثلا قناة او هتعمل النموذج لاول مرة. لا، هنا هو بيطلب مننا ان احنا نجدد النموذج، زي بالظبط في الحياة العملية الناس اللي عندها تجارة او محلات بيبقى مطلوب منها كل سنة تعمل نموذج ضريبي. هنا بقى بدل ما هيخلينا كل سنة، لا ده كل 3-4 سنين بنجدد النموذج بتاعنا. ادي الامر، فهو بيقول لك جدد لنا النموذج ده، عشان لو ما عملتش كده قبل نهاية العام اللي هيحصل هيقتطع 24% من اجمالي ارباح القناة ككل، من كل الارباح اللي جاية من جميع الدول هو بقى هياخد 24%. فعشان كده احنا من الاساس عملنا النموذج الضريبي. طيب المطلوب مننا ايه؟ هو بيوضح لك الخطوات اللي احنا برضو هعملها سريعا مع حضرتك اللي بيها هنعمل نموذج جديد، عشان تاني بيأكد ان الموعد النهائي هو 10 ديسمبر، يعني بعد 10 ديسمبر هيبتدي بقى ياخد اجراء على الدفعات اللي هتتحول لك، وممكن يقتطع منها 24% زي ما هو موضح. تمام. تعالوا بقى نروح على الخطوات العملية. من الرسالة اللي جات لك على الجيميل ممكن تضغط على تسجيل الدخول، هتلاقيه فتح معاك حساب جوجل ادسنس بتاعك بالشكل ده. والخطوات من التليفون زي الكمبيوتر مفيش اي اختلاف فيها، وممكن لو حضرتك حتى ما ضغطتش على الرسالة اللي وصلتك على الجيميل وفتح معاك حساب الادسنس هتخش على جوجل كروم بالخطوات اللي احنا وضحناها كتير، وهتكتب حساب ادسنس وتقوم مسجل دخول وفتح معاك بالشكل ده. بعد كده بقى هنروح على الدفعات، وبعدين هنضغط على معلومات الدفع. بعد كده هتروح على الاختيار الخاص بالاعدادات، وبعدين تضغط على ادارة الاعدادات. هتتفتح معاك الصفحة ديت، هتنزل لتحت شوية لغاية ما توصل للاختيار الخاص بمعلومات الضرائب في الولايات المتحدة، وجنبيها علامة قلم بتضغط عليها. بعد كده بتظهر معاك كلمة ادارة المعلومات الضريبية، برضو هنضغط عليها. بعدها بتفتح معانا الصفحة ديت بقى، وهنبتدي الخطوات البسيطة في ارسال النموذج الجديد. ولو حضراتكم لاحظتوا هتلاقي هنا مثلا بالنسبة لحساب الادسنس ده تاريخ انتهاء الصلاحية 31 ديسمبر، يعني المفروض ان انا اجدد النموذج دوت قبل 31 ديسمبر او قبل 10، يعني انا لسه قدامي 2.5 شهر اقدر اعمل النموذج في خلال الفترة دي. المهم مش بعد، عشان زي ما هو جالك كده في الرسالة ما يقتطعش بقى 24% من ارباح القناة ككل. طيب نيجي بقى للخطوة المهمة اللي هنعملها قبل ما نبتدي نعمل النموذج، عشان باذن الله ما يحصلناش الامر اللي الناس بتقلق منه، وهو موضوع اثبات الهوية. بعد ما تخلص الخطوات يقول لك النموذج ما تقبلش عشان ما لقوش تطابق في البيانات، فيطلبوا منك اثبات هوية، فتبتدي حتى لو ده فرضا حصل بتصور البطاقة بتاعتك وش وظهر وترفعها، بعدها بساعتين بيوم بيومين ايا كان بيجي بعد كده يقول لك تم قبول النموذج والحالة مقبول. طب عشان نتلافى الموضوع ده، حضرتك انا دلوقتي عامل تعتيم على البيانات، بس بيبقى موجود قصاد حضرتك ايه؟ الاسم اللي انت كتبته والعنوان وكل حاجة باللغة الانجليزية. كل اللي انا طالبه منك سواء ان انت بتستخدم الكمبيوتر او بتستخدم الهاتف، هتفتح يعني مثلا لو حضرتك بتستخدم الهاتف
النوتس، الماسنجر، الواتس، ايا كان حضرتك بتستخدم الكمبيوتر، هتفتح ورقه بيضاء تكست وورد ايا كان، وهنبتدي نعمل نسخ للبيانات دي، الاسم والعنوان بتاعنا والرقم البريدي وكل البيانات اللي مكتوبه باللغه الانجليزيه دي هنعمل لها نسخ عشان هنعوزها لما نعمل النموذج الضريبي لسببين. اول سبب عشان ندخل البيانات بسرعه، عشان لو ايدينا بطيئه ممكن تيجي في الاخر يقولك تم خروجك من الجلسه لو انت طولت قوي وتضطر تعيد الخطوات تاني. والاهم من كده ان شاء الله يتم قبوله معاك على طول وما اقولكش اثبات هويه. فهاجي اخد الاسم بتاعي كده اهو، احدده واعمل له نسخ، وبعدين اقوم رايح بقى على المكان اللي انا هبتدي اعمل فيه اللصق اهو، واقوم برضو مكمل بقيه البيانات. تمام، انا خلاص عملت نسخ ولصق للبيانات بتاعتي، هضغط بقى على ارسال نموذج جديد. بيقول لي اذا بدات باستخدام نموذج جديد ستتم ازاله النموذج الذي ارسلته سابقا، فهضغط على بدء استخدام نموذج جديد. يرجى تخصيص وقت من 15 ل 20 مهم، هضغط على فتح النموذج. بعدها بتفتح معانا النافذه ديت وفيها الجيميل الخاص بحساب الادسنس بتاعنا، وبيطلب كلمه المرور ادخلها ونكمل مع بعض. خلاص بعد ما دخلت كلمه المرور قام فاتح معايا على طول الصفحه ديت، واللي بيها نبتدي الخطوات البسيطه بتاعتنا. اول حاجه معلومات عن الضرايب في الولايات المتحده، ما نوع الحساب، طبعا احنا هنضغط فردي لان معظمنا فردي مش كيان او مؤسسه، وبعدين هقوم ضاغط على كلمه التالي، هل انت مواطن او مقيم في الولايات المتحده؟ هقول له لا، وبعدين هقوم ضاغط على كلمه التالي. بيقول لي اختار النموذج الضريبي، هنختار اول نموذج اللي هو W-8B اللي هو ده الخاص بالنموذج بتاعنا للافراد الغير امريكيين، وبعدين هقول له بقى افتح لي النموذج، هضغط على فتح النموذج. بعدها بتفتح معانا الصفحه ديت وهي المتعلقه بالنموذج الضريبي اللي هنبتدي نعمل الخطوات البسيطه بتاعته. اول خطوه معانا فيه وهي الخاصه بالتعريف الضريبي، وبتلاقي فيها اسم المالك او المستفيد، غالبا هتلاقي الاسم جاهز قصادك على طول. طب لو فرضا ما لقيتش الاسم ولا حاجه، هتقوم رايحين بقى على المكان اللي احنا نسخنا فيه البيانات بتاعتنا سواء على الماسنجر او الواتس او اي ورقه بيضاء، ونبتدي بقى نعمل له نسخ، ونيجي هنا في اسم المالك ونحطه. بعد كده الشركه مالناش دعوه بيها، المنطقه او البلد، حضرتك هتضغط على السهم وتبتدي تختار البلد بتاعتك. بعد كده هنيجي لرقم تعريف دافع الضريبه واللي هو التي اي ان، وطبعا الناس اللي متابعاني من قبل كده عارفه ان انا موضوع التي اي ان، بالرغم ان مصر من الدول اللي في معاهده ضريبيه ونقدر نستفاد بنسبة خصم، لكن المشكلة في التي اي ان، الناس بيقولك دخل رقم البطاقة او دخل الكود ده، وده طبعا لا تي اي ان ولا اي حاجة. فعشان كده دايما انا بقول لا، مش مهم يتخصم 30% من الارباح اللي بتجينا من امريكا، هو اصلا الارباح اللي بتيجي من امريكا مش الافات عشان ازعل لما يخصموا 30% في سبيل ان انا ما تعرضش لاي مشكلة. اديكوا شايفين بعد 3-4 سنين طلب مننا ان احنا نعيد النموذج الضريبي، ممكن في اي وقت للناس اللي هي بتدخل تي اي ان يطلب منهم مستند او حاجة تثبت صحة رقم التي اي ان دي، ساعتها يعملوا ايه؟ فبالتالي انا ما بحبش ادخل نفسي في وجع دماغ، وخاصة الامر مش مستاهل. فهاجي هنا واقوم ضاغط على كلمة التالي. يبقى كده احنا خلصنا اول خطوة. نيجي للخطوة التانية بقى وهي العنوان. اول حاجة بس انا عايزها منك، هتلاقي هنا بيقولك العنوان البريدي مطابق لعنوان الاقامة الدائم، هتيجي هنا وتعلم له صح عشان ما ندخلش البيانات تاني، لان هو طبيعي مش هيبعت لنا مستندات ورقية، فمش محتاجين احنا الخطوة دي. بعد كده هنيجي البلد الاقامة، هتلاقيها موجودة جاهزة، مصر، المغرب، العراق، ايا كانت الدولة. بعد كده عنوان الشارع، هنروح بقى على الماسنجر او الواتس او التكست، نجيب العنوان بتاعنا اللي باللغة الانجليزية في النموذج اللي كان تم قبوله قبل كده، فبالتالي ان شاء الله لما ندخل العنوان او اي بيانات هي ان شاء الله هيقبلوا معانا ومش هيطلب اثبات هوية، وهنشوف. فهبتدي ادخل العنوان وبقية البيانات المطلوبة ونرجع نكمل مع بعض. بعد خلاص ما دخلت البيانات هقوم ضاغط على كلمة التالي. بعد كده هنروح على الخطوة التالتة وهي الخاصة بالمعاهدة الضريبية، هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع؟ هنقول خلاص بقى لا، وبعد كده هقوم ضاغط على كلمة التالي. هنيجي للخطوة الرابعة والخاصة بالأنشطة والخدمات اللي تم تنفيذها في أمريكا، هل أجرى، وبتلاقي الاسم بتاعك، أي نشاطات لصالح جوجل في الولايات المتحدة أو حتى في المستقبل؟ هنقول له لا، وبعدين أضغط على أقر، وبعدين أقوم ضاغط على كلمة التالي. هنيجي بقى للخطوة الخامسة وهي الخاصة بالتقارير الضريبية، طبعا هو هتلاقي متعلم جنب عدم استخدام أوراق وده الخيار المقترح،
هاجي انا هنا اعلم على علامة الصح ووافق على اتفاقية ارسال المستندات بدون استخدام اوراق، وبعدين اقوم ضاغط على كلمة التالي. سادس خطوة معانا وهو معاينة المستند. لما حضرتك بتضغط على المستند ده بيتفتح معاك عشان تبتدي تراجع البيانات اللي انت دخلتها، الاسم والعنوان والكلام ده كله. لو كل البيانات تمام لقيتها مظبوطة بتيجي تعلم هنا واؤكد اني رجعت المستند واعتقد انها صحيحة وسليمة، وبعدين اضغط على كلمة التالي. بنروح بقى على الخطوة السابعة والاخيرة اللي هي شهادة نموذج الاقرار الضريبي. اول مربع بقول اقر اللي هو تحمل الحنس باليمين ان كل البيانات والحاجات دي يعني مظبوطة، واقوم نازل لتحت شوية هلاقي تاني في مربع وجنبيه اقر، هعلم برضو عليه، وبعدين اقوم نازل برضو تحت كده جنب كلمة نعم انا المالك المستفيد اللي تم ذكر اسمه فقرة التعريف الضريبي او المستفيد، وبعدين اقوم ضاغط على كلمة ارسال. زي ما حضراتكم شايفين مباشرة على طول قال لي تمت الموافقة على معلوماتك الضريبية، الحالة مقبول. وبصوا بقى تاريخ انتهاء الصلاحية بقى كام، 31 ديسمبر 2027. ده بقى الميعاد اللي ان شاء الله ابقى لو لي عمر اجدد فيه النموذج الضريبي تاني. وزي ما شفتوا الامر تم بكل بساطة، والنقطة اللي الناس كانت قلقانة منها اللي هو يعني ما يقبلش المعلومات ويبتدي يطلب اثبات هوية، اهو اتقبل معانا على طول. ليه؟ عشان الملاحظة اللي انا قلتها لك في الاول الخاصة بيه، اول ما بتفتح النموذج وبتلاقي البيانات بتاعتك اللي مكتوبة باللغة الانجليزية الاسم والعنوان اعملها نسخ عشان تستخدمها في النموذج الجديد، فبالتالي هيتقبل معاك لان هي نفس البيانات اللي توافق عليها قبل كده، فهيتوافق عليها تاني وتالت ان شاء الله. لو حضرتك بقى لقيت ان الفيديو مفيد بالنسبة لك ياريت ما تنساش اللايك وكمان مشاركته، عشان الناس اللي ممكن زي ما وضحت ما تاخدش بالها من النقطة دي وتعمل تجاهل للرسالة الخاصة بتجديد النموذج تعرف ان هي لازم تعمله. وتاني نقطة ان هي ازاي تدخل بياناتها بالطريقة اللي انا وضحتها عشان ما يطلبش منهم اثبات هوية. وبالتوفيق للجميع، وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.